وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤالك عن هذه اللفظة، وهي موجودة على تويتر، وبعض الناس ينزلها على بعض حالاته في بعض وسائل التواصل: لا تستعظم أمنياتك، فالله رب المستحيل، أو فأنت تدعو رب المستحيل. نعم، فما حكم قول الله رب المستحيل؟ المعنى هذا، الله رب المستحيل، يعني معناه القادر على خلق الأشياء المستحيلة وخرق العادات. فالمقصد واضح، هو الذي يخلق الأشياء التي في نظر الإنسان مستحيلة، فهي يسيرة على الله تبارك وتعالى، فلا حرج في هذه اللفظة. لكن الأفضل للإنسان إذا كان يتابعه الملايين من الناس وتبهم هذه اللفظة كما أوهمت على السائل الكريم، فعليه أن يكتب الألفاظ التي لا إبهام فيها للناس، لأن الناس يتابعك العوام، يتابعك من ليس له يعني حظ من العلم أو كذا. فقل مثلا: لا تستعظم أمنياتك، فأنت تدعو ربا قويا، ربا قادرا، ربا سميعا، ربا مجيبا. يعني تربط الناس بأسماء الله الحسنى التي لا إبهام فيها. وطبعا اللفظة لا شيء فيها، ودليلها في قول ربنا تبارك وتعالى في قصة خلق عيسى عليه السلام، ولنجعله آية للناس، وفي قصة خلق يحيى لما قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يعني شيء مستحيل، الأسباب كلها ضدي. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. نعم، والأدلة في ذلك في القرآن كثيرة. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين على طاعتك، احفظ ولي ترزقني بر يا رب العالمين. تم تحريره صوتيا في ليلة الثلاثاء شطر شعبان لعام 44 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.